Assalamu alaikum, Azul Falawa. My name is Iskander Nakaz, the son of Algerian presidential candidate Rachid Nakaz. I'm introducing myself to you today to stress the importance of new leadership in Algeria. My father is a good and honest man, and I have known him not only as the candidate and patriot that you know today, but also as a caring father who has carried me and helped me grow to be the person I am today. I believe that Algeria is now going through one of the most crucial periods of its history. Its democratic electoral system has been abused for decades, as we have recently seen with the arbitrary modification of the constitution that targeted my father, attempting to prevent him from being a candidate for these important elections. Today, Algeria's constitution has been violated and abused to an even greater degree. The cancellation of the April 18th presidential elections is the single greatest threat to Algeria's democracy yet. Now, this has fostered a lot of serious discontent and could even foster violence, and the Algerian people definitely do not want that. The Algerian people have shown the entire world through their peaceful protests that we want a pacific conclusion to the dictatorship of Bouteflika to make way for the birth of a second republic that is truly democratic. We need to restore faith within our democracy. The whole world has set its eyes on Algeria and its people. It's time to make a change. I believe that my father can help in creating that change, along with the people of Algeria. Thank you. Assalamu alaikum. I leave you now with my father, Rachid Nakaz. شكرا لك يا وليدي. السلام عليكم أزول فلاوان. الحمد لله راكم قاع بخير. على بالكم باللي هادو في ايام اللي فاتوا صرا انقلاب دستوري في الجزائر، لان هذه الحكومه ما بغاتش يعني تخلي الشعب الجزائري يخير شكون يولي الرئيس الجمهوريه الديمقراطيه والشعبيه الجزائريه. هادو الناس اللي سميتهم مافيا 40 سراق خافوا لو كان يخسروا هذو الانتخابات ويجي رئيس جديد يمثل الشعب الجزائري، يمثل الجزائر في الخارج، ويخافوا بلي نحاسبوهم. كما قلت لكم من 2014 ما نحاسبوهمش، فرنسا ما حاسبناهاش، هادو المافيا تاع 40 سراق راهم جزائريين مهما كان وما نحاسبوهمش. حنايا بغينا يعني نمدوا صورة شابة تاع بلادنا في الخارج، وشفتوا باللي شبيبة جزائرية من 22 فيفري بينت العالم كامل باللي شبيبة سلمية ديمقراطية قانونية وحضارية، وهذه حاجة تفرحنا وتفرح الشهداء ربي يرحمهم اللي ماتوا باه جزائر تكون حرة. على بالكم باللي الرئيس تاعنا سي عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه ما بانش من 2012، وهذه المافيا تاع 40 سراق راه يستعمل الاسم تاعو والصوره تاعو. وعلى بالكم باللي كي كان وزير خارجيه خدم مليح لبلادنا، وفي العهده الاولى العهده الزوجه خدم ثاني مليح، ولكن من بعد مرض. اي واحد يقدر يمرض، واي واحد كيزيد يجي نهارو ويموت، ماشي عيب واحد يقول بلي واحد مريض نقولو الله يشافيه، ولا واحد يموت نقولو له ربي يرحمه. على بالكم بلي كان رجال ونساء في هاد البلاد اللي قدروا يسيروا هاد البلاد، والحمد لله عندهم كفاءات اللي راهم في 48 ولاية واللي راهم في الخارج. من الجالية الجزائرية راهم 7 ملايين ما شاء الله. هذا النظام فاسد هو اللي عدل الدستور في 2016 وقسم الشعب الجزائري على زوج، اللي راهم ساكنين في الجزائر واللي راهم ساكنين في الخارج. على بالكم بلي حياتي كامله
كانت في اوروبا في الولايات المتحده وشو سمعت وليدي يهضر باللغه الانجليزيه ويوصل الرساله تاعنا للعالم كامل. ولكن علمناه يعني القيام هو مسلم كيما مو وهي مرتي مزوجين بالفاتحه ماشي بالنسبه للقانون الجزائري. ولكن رانا في رعبه في هذو 20 سنه اللي فاتوا والحمد لله. اليوم شفتوا باللي هذه الحكومه الفاسده ما فهمتش يعني الرساله تاع الشبيبه الجزائريه اللي راه ما يجي باغيه باللي هذه الحكومه تزيد السير البلاد تزيد تكسر بلادنا وتكسر مستقبل تاع الشبيبه الجزائريه. ما بغاوش يفهموا يعني الرساله تاع الشبيبه الجزائريه. واش داروا؟ بدلوا وزير الاول من حمدو يحيى ولينا مع نور الدين بدوي. هذا نور الدين بدوي كان وزير الداخليه. واش دار كي كان وزير الداخليه؟ دار لي تحت اقامه جبريه من 2016 حتى 2018. هذه اقامه جبريه غير قانونيه. كي مدلنا الاستمارات كي شاف باللي الشعبيه ما شاء الله والشبيبه الجزائريه دارت فيها ثقه ثاني زاد دار لي تحت اقامه جبريه غير قانونيه. حبسنا كي كنا في تيجي وزو رايحين مدينه عزازقه من بعد اقبو جيجل. يعني منعنا باه نديروا الحمله باه نجمعوا الاستمارات. هذا الانسان ماهوش ديمقراطي، هذا الانسان ديكتاتوري. شكون نائب وزير الاول اسمه العمامره؟ هذا الانسان في 2017 منعني باه نرشح روحي الانتخابات التشريعيه بالطريقه غير قانونيه وغير دستوريه. يعني هذو الناس اللي راهم باغيين يمثلوا الشعب الجزائري والجزائر، هذو الناس حتى واحد ما يدير فيهم الثقة، حتى واحد. الشعب الجزائري اليوم راه باغي رئيس ليبان اللي يكون في وسط الشعب، اللي يزور 48 ولاية، اللي يزور 1541 بلدية، اللي يمثل الشعب الجزائري والجزائر في الخارج، يستقبل رؤساء واللي يروح لهم في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في إفريقيا. اليوم على بالكم هذه الجزائر ولات كما الغلم بلا راعي. والشعب الجزائري وبلاد الشهداء ربي يرحمهم يستاهلوا الرئيس اللي يمثل الشعب، اللي مد نظرة جديدة للشبيبة الجزائرية وللشعب الجزائري. شفتوا باللي هذا النظام فاسد ما احترمش الدستور اللي هو اللي عدله في 2016. هذا النظام فاسد منع الشعب الجزائري ما يخير الرئيس تاعو. وهذو الانتخابات تاع 18 افريل على بالكم يكونوا العرس الديمقراطي، وما ما بغاوش باللي يكون عرس ديمقراطي في البلاد. الشبيبه الجزائريه مدت صوره شابه للشعب تاعنا وبلادنا في الخارج. يجب ان هذه الحكومه الفاسده تستعقل وتخلي الشعب يخير شكون يولي الرئيس نهار 18 افريل بالطريقة السلمية، بالطريقة القانونية، بالطريقة الديمقراطية، وبالطريقة الحضارية. ولو كان هذا النظام فاسد اللي ما يحترمش الدستور، اللي ما يحترمش الشعب الجزائري والدم والشهداء ربي يرحم، من السمانة يعني من الخميس الجاي نعطي موعد الشبيبة الجزائرية، نعطي موعد الشعب الجزائري باش نكونوا اليد في اليد نروحوا للمرادية بالتمر. وعلى بالكم بلي التمر هو الرمز الجزائر، الرمز الجنوب الجزائري، ونروحوا نشربوا لاتاي في المرادية ونبنوا الجمهورية الثانية. كي نكونوا فما إن شاء الله الجمعة من بعد صلاة الجمعة على الساعة الثالثة إن شاء الله نديرو كما أب الجزائر سي فرحت عباس ربي يرحمه. على بالكم في 58 هو اللي كان الرئيس الحكومة مؤقتة وخدعوه في 62. على بالكم بلي هذا الإنسان اللي كان يمثل الجزائر، اللي كان يمثل الحزب الافلان في الوقت الثوره، خدعوه وكان هو الديمقراطي تاع الصح. ومسكين
18 سنة وهو تحت الإقامة الجبرية غير قانونية في الصحراء ومن بعد في الجزائر. يعني هذا النظام فاسد خدع كاع ولاده، خدع كاع الناس اللي كانوا عندهم الروح الوطنية. وإن شاء الله لو كان ما يستعقلوش هذو الناس اللي راهم يمثلوا الجزائر، اللي راهم يخدعوا الشعب الجزائري والجزائر، الجمعة إن شاء الله نهار 22 مارس على الساعة 3 نبدو إن شاء الله مع الناس اللي عندهم الروح الوطنية وكفاءات حكومة مؤقتة اتحاد الوطني إن شاء الله بالطريقة السلمية، بالطريقة الديمقراطية، بالطريقة حضارية، بالطريقة وطنية، به يعني مد الصورة الشابة الشعب الجزائري وتاع الجزائر في الخارج. احنا ما رناش سوريا، احنا ما رناش ليبيا، احنا الجزائر وولاد العربي بن مهدي وولاد حسيبة بن بوعلي ربي يرحم. وهذو الناس اللي يقولوا في الإعلام بلي راني مهرج، على بالكم بلي كي كان عندي 28 سنة درت كتاب مع الرؤساء الكبار في العالم، رئيس أمريكي بيل كلينتون، رئيس ألمانيا غيرت شرودر، رئيس إيطالياني ماسيمو داليما، رئيس فرنسي جاك شيراك، رئيس إنجليزي توني بلير، رئيس كندا جون كريتيان، ورئيس الحكومة تاع اليابان كايزو أبوشير ربي يرحمه اليوم. هادو الناس اللي راهم يقولوا بلي ما عندناش برنامج، شوفوا الصفحة الرسمية تاعنا وشوفوا بلي حنا نخمو على كل مجالات في بلادنا، مجال اقتصادي، مجال ثقافي، مجال اجتماعي، مجال سياسي، به يعني نمدو صورة جديدة مع نظرة جديدة للشعب الجزائري. يا الشعب الجزائري بارك الله فيكم، ابقوا سلميين، ابقوا ديمقراطيين، ابقوا قانونيين، وابقوا حضاريين، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وليتكم سعيدة، وتحيا الشعب الجزائر، والله يرحم الشهداء.